اهلا بحضراتكم مرة تانية من جديد. كابتن سامح، راهنت على كونراد مشلك، وانا ما بين الفاصل كنت بتكلم معاك عن حتة كونراد مشلك مصطفى شلبي. شايفه ده ازاي مصطفى شلبي الفترة اللي فاتت، ويمكن مش ده المصطفى شلبي اللي احنا نعرفه. هو مشلك فيه ميزة عن مصطفى. مصطفى بيشتغل دايما عمودي، اللاين فاللاين انا محتاج حد يلعب جوه، يلعب ورا الجزيري، يعني في الناحية. يعني بص يا مينا، ناحية الرايت وهي شغالة لازم الهاف العكسي ده يبقى فيرو التاني. خش جوه. دي مشكلة في مصطفى، لان هو اوريدي مصطفى دايما بيشتغل على اللاين، فدي ميزة في مشلك. عشان كده انا براهن عليه، اللي هو حاجات اللي هي كان بيعملها، عارف مين كان بيعملها؟ بن شرقي. الحاجات اللي انا اشتغل لجوه حتى وانا معايا الكوره حيث استلم سترايكر. بالظبط، بيقلب ساعات 10، يعني الطرف ده ساعات بيقلب 10، بيبقى بتاعت الفيرود، فدي اللي احنا مفتقدينها زي زيزو من الناحية التانية، بالظبط. تلاقيه بيضم وبيخش وبيشوط وبيرفع وبيعمل كل حاجة. احنا كنا بنتكلم على بيراميدز ليه، وقلنا اللي ابراهيم عادل ما شاء الله في الحته، لان بيعرف يعمل دي كويس قوي. ما هو امبارح هو يا كابتن ابراهيم عادل بيلعب ايه؟ هاف ليفت. بالظبط، عمل ايه في الجول؟ جاب جول كان واقف فين في الجول؟ في جنب نص الفيرويد. اه هي دي اللي انا بتكلم فيها. مينا بقى مش لاك فيه الميزه دي، اللي هو بيقدر يشتغل لجوه كويس. فاحنا انا عشان كده انا بقول لك اللي انا شايف فيه يعني روايح بن شرقي فيه، فنتمنى اللي هو بس يمشي على نفس النهج بتاع بن شرقي يعني. فعشان كده احنا بنتكلم في النقطه دي، يعني اللي هو عنده الميزه اللي هو بيشتغل جوه كويس قوي، بيشتغل تحت الفيرويد كويس قوي، بيشتغل والكوره معاه والكوره مش معاه بيبقى فيرويد تاني، والكوره معاه بيخش لجوه بيشتغل مع الفيرو الدبل باص، بيشتغل عشان يحط زيزو الناحيه الثانيه، عشان يشتغل تحت العبد الله. عنده الميزه، عنده حلول. انما غير مصطفى طبعا لعيب كبير ولعيب كويس وفرق معانا في بعض الاوقات، ولكن مصطفى عنده الديفوهيه دي اللي هو دايما بيشتغل على اللاين، فدي بتقلل من امكانياته الفنيه.